جزاكم الله خيرا. يقول السائل: انتشر في بعض الأماكن تحيز فئة من طلاب العلم إلى بعض الأشخاص والتوجهات وإقصاء من لم يكن معه في هذا الطريق، فما تأثير ذلك على الوسطية حفظكم الله؟ هذا ليس من الوسطية، يبعد أهل الخير إلا من وافقه على قوله وعلى مذاقه، هذا ليس من الوسطية، هذا من الغلاة فيما هو عليه، يغلو فيما هو عليه من النحلة. فالوسطية أن يدور مع الحق أينما دار، هذه هي الوسطية، سواء كان الحق معه أو مع غيره. نعم.